فاتح ماي اللي كان مفروض في جميع الدول أن الحكومات تتجاوب مع مطالب الطبقة العاملة والنقابات تقدم مكتسبات جديدة. العكس هو الذي يحصل هنا في المغرب، لأنه الكونفدرالية قررت أن تجعل من تظاهرات فاتح ماي محطة الاحتجاج وعنوان لمواصلة النضال، لأن الحكومة للأسف أخلت بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل وعلى رأسها العناصر الأساسية ديال تحسين الدخل اللي فيها زيادة عامة للأجور لكل الأجراء والموظفين، واللي فيها مراجعة ديال الضريبة على الدخل، لأن الكل تعرف بأن الأجراء الاقتطاع من المنع وهناك ضغط جبائي مفروض أنه كان هذه الإجراءات تم في سبتمبر الماضي. وانتظرنا أن الحكومة تجي وتدير نقد داسي وتقول بالفعل تأخرت واليوم أنا جاي ننفذ. للأسف كتقول لنا مرة أخرى ننتظروا، ما يمكنش المغاربة يبقوا في قاعة انتظار إلى السنة المقبلة في ظل أزمة اجتماعية. الأسعار ما كتوقفش عكس ما يدعونا في اجتماعات ديال مجلس الحكومة بأن الأسعار نقصت، المواطن كيشوف بأنه في الأسواق كتزاد.